أهلا بأصحابنا في رحلتنا السعيدة وبأصحابي اللي معايا النهاردة. والنهاردة يا أصحابي هنحكي قصة بنت اسمها هيفاء. قصتنا اسمها هيفاء ملكة الأزياء. إيه بقى حكاية هيفاء؟ مين فيكم عنده فيسبوك أو عامل صفحة على الفيسبوك أو على الإنستجرام أو على الوسائل المختلفة دي؟ أنا. طيب الصفحة دي بنعرف كويس نستخدمها صح؟ يعني نعرف إيه الصور اللي ممكن ننزلها، نعرف إيه الحاجات اللي ممكن نقولها، الحاجات اللي ما يصحش نقولها؟ أوه. طيب تعالوا نشوف هيفاء عملت ايه. هيفاء بقى كان عندها صفحات كتير جدا على السوشيال ميديا او وسائل التواصل، وكانت عامله صفحه لنفسها اسمها هيفاء ملكه الازياء. كل يوم هيفاء تلبس لبس شيك قوي وتلبس كده اكسسوارات وحلقان وتغير لون شعرها وتقف كده ماسكه شنطه حلوه وتتصور، وكل البنات نفسهم يبقوا زي هيفاء. صفحتها عندها بقى ايه فولوورز، يعني متابعين كتير، وكتير بيعملوا لها شير يشاركوا الصور بتاعتها، وهي عايشه بقى مبسوطه جدا انها بقت نجمه وكل الناس بتاخد صورها، وكل البنات بقى اول ما تنزل صوره بسرعه تعمل لايكات اعجابات مش عارف ايه، وعايشه الحاله دي وفرحانه بيها جدا جدا. لما تعرفوا ان هيفاء اللي كل الناس بتاخد صورها دي وكل يوم تتصور وراها برج ايفل، برج ايفل في فرنسا، أو ساعة بيج بن في لندن، أو تقف قدام الأهرامات وأبو الهول عندنا في مصر كده وتستعرض آثار مصر الجميلة، والأجانب حتى اللي بيتابعوها يفتكروا بقى إن هي يعني طول النهار بتتفسح وتروح هنا وهنا. لما تعرفوا إن هي مش دي شخصيتها الحقيقية خالص خالص خالص. هيفاء بنت بسيطة جدا، والدتها مامتها بتشتغل عاملة في محل ملابس، بتروح بالليل تنظف المحل. تصوروا؟ تعمل ايه هيفاء بقى؟ تروح مع مامتها وتختار اشيك فستان موجود، واشيك حلق، واشيك عقد، واشيك شنطه تلبسهم، وتخش البروفا او المكان اللي احنا بنقيس فيه الملابس في المحل، تروح لابسه ده ومتصوره، وتروح البيت تروح الصوره دي واخداها عامله بقى شويه اضافات على شكلها هي ومنزلاها. تصوروا؟ هل ده صح؟ لا مش صح. هل ده صح؟ لا. كل الناس فاكره ان ده لبسها، هل ده لبسها الحقيقي؟ لا. هل صح ان احنا نخدع الناس بالشكل ده؟ لا. الغريب بقى ان هي مع الوقت يا اصحابي صدقت ان دي شخصيتها الحقيقيه. فضلت هيفاء عايشه في الحاله دي، وكل يوم تقول انا رحت فرنسا، انا رحت المانيا، انا كنت في ايطاليا، انا النهارده جبت الشنطه دي منين؟ ويسالوها بقى، يسالوها جبتي دي منين يا هيفاء؟ تقول لهم ده انا كنت بقى في سويسرا. صدقت خلاص انها كده. هل تفتكروا إن ده ممكن يستمر وقت طويل الحالة اللي هي عايشة فيها دي، ولا هيجي يوم تتكشف؟ أكيد لا، يوم تتكشف. هيجي يوم تتكشف. إيه اللي حصل بقى؟ في يوم من الأيام مامة هيفاء تعبت عيد، وهي كل يوم بتروح تنظف المحل. طيب هي لو غابت في اليوم ده ممكن الفلوس اللي بتاخدها هتاخدها برضو لو ما راحتش الشغل؟ لا. لا مش هتاخدها. لا. فقالت لهيفاء دلوقتي أنا مش عارفة أعمل إيه، أنا عيانة ومش هقدر أنزل، والمشوار للمحل بتاع الملابس اللي أنا بشتغل فيه بعيد جداً، فكده مش يعني هيخصموا مني المبلغ اللي أنا كنت باخده في اليوم. سكتت هيفاء وقالت لها إيه؟ مفيش مشكلة، أنا أروح بدالك يا ماما. ليه بقى هيفاء قالت كده تفتكروا؟ عشان ليه إيه؟ عشان تعمل إيه؟ عشان تصور، تاخد فساتين وتتصور؟ بالظبط كده. راحت هيفاء وكانت مبسوطة قوي، لأن لما كانت بتروح مع مامتها كانت بتقعد وقت قصير وتمشي، لكن المرة دي بقى هي رايحة إيه؟ وحدها، هتقعد بقى إيه براحتها. من كتر ما هي مستعجلة ما خدتش بالها إن لسه في ناس في المحل ما مشيوش. بدأت شوية تنظف، بس وهي بتنظف عينها على إيه؟ على الفساتين اللي موجودة في المحل. وهي بتنظف مش واخدة بالها يا صحابي، كان في بنت من اللي بيتابعوها على الفيسبوك واقفه بتقيس فستان. يا لهوي. جايه طالعه لقيت هيفاء بتنظف، قالت ايه ده؟ معقوله دي شبه هيفاء اللي انا بشوفها على الفيسبوك؟ بس لا مش ممكن تكون هي، صح ولا غلط؟ انت لو شفتي ده هتصدقي ان هي البنت دي؟ لا اكيد. حتى لو فيها شبه منها شويه هتقولي مش ممكن، مش ممكن اللي انا بشوفها شيك ولابسه وشكلها كده حلو قوي تكون هي اللي قاعده في الارض بتنظف. البنت بقت مترددة، عارفين عملت إيه؟ راحت مصوراها واستنت، وقفت ما طلعتش بره المكان اللي هي بتقيس فيه. هيفاء قاعدة بتنظف، بس تفتكروا هي مركزة في النظافة أو في العمل اللي هي المفروض بقى فعلا تعمله؟
لا. عينها على ايه؟ بص على ايه؟ فستان. بص على الفساتين وقالت الله ده في فستان جميل قوي جابوه النهارده، الله فستان حلو كله ورد 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 اهو، الله ورد لونه شيك قوي وجميل، يا سلام انا لو لبست الفستان ده ياه كل البنات هتبقى مبسوطه قوي من الفستان الجديد ده، بس انا عايزه انقي له كده حاجه تمشي معاه، الله وده كمان حلو قوي 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 قوي، يا سلام طقم هيبقى شيك جدا. دلوقتي حالا هدخل اتصور بيه. خدت هيفاء الفستان وخدت العقد ده ودخلت، والبنت التانيه مراقباها من ورا الستاره تشوف هتعمل ايه. اول ما هيفاء دخلت وقست الفستان بدات تعمل ايه بقى؟ تصور نفسها. البنت اللي جنبها سمع صوت ايه؟ الموبايل. سمع صوت التصوير في الموبايل، فتاكدت انها هي، بس برضو لسه عايزه تتاكد اكتر. هيفاء طبعا مش واخده بالها ان في حد في المحل، هي قست الفستان وقست العقد الجميل ده وتصورت وعملت كذا صوره وراحت قلعاهم وحطاهم فين؟ في مكانهم. في مكانهم، وبسرعه بسرعه خلصت كده النظافه كده يعني مش قوي، وراحت مروحه بسرعه عشان تعمل ايه؟ تنزل الصوره. تنزل الصوره على الفيسبوك. اول ما نزلت الصوره على الفيسبوك تفتكروا بقى مين اللي اتاكدت ان هي دي اللي شافتها في المحل؟ البنت اللي كانت في المحل. البنت اللي كانت في المحل قالت يبقى هي. هي الفستان ده خدته قدامي ودخلت قاسته، هي دي هيفاء، بس دي فرصتي. هيفاء مبسوطه بقى، نزلت الصوره ومستنيه تشوف ايه بقى، ايه اللي هيحصل. يا سلام كل البنات الله ايه ده، ده فستان تحفه، وايه الورد الشيك اللي فيه ده، مش ممكن الموديل، جبتيه منين يا هيفاء؟ ترد تقول ايه؟ مش فاكره، اصل انا سافرت بلاد كتير قوي، جايز اكون جبته من لندن. لا 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 ده مش من لندن، لا ده من ايطاليا. ايوه من ايطاليا. طب والعقد؟ لا العقد بقى ده انا عاملاه، العقد ده انا طلبته، انا صممت العقد عشان يبقى لايق مع الفستان. فرحانه بقى وقاعده ترد بقى يا صحابي على الرسايل، وقاعده بقى ترد، وفجاه وصلت رساله خلت هيفاء مش عارفه تتكلم. وصلت رساله، بتفتح الرساله لقت ايه؟ لقت صورتها وهي بتعمل ايه؟ بتنظف. وهي بتنظف. قالت ايه ده؟ البنت بتقول لها دي انت مش كده؟ انا شفتك، ودلوقتي حالا هنزل الصوره وكل الناس اللي متابعاكي هتعرف انت مين. لا انت بتسافري بره، ولا الهدوم دي هدومك، ولا انت غنيه، ولا اي حاجه خالص. انت قدرتي تخدعي كل الملايين اللي بيتابعوكي دي للدرجه دي؟ لازم كلهم دلوقتي حالا يعرفوا حقيقتك. هتبقى عامله ايه هيفاء بقى؟ عامله ايه؟ لا 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 ارجوكي ارجوكي عشان خاطري اوعي تعملي كده، عشان خاطري عشان خاطري. قلت لها طيب هفكر لحد بكره هشوف اذا كنت هنزل الصوره ولا لا. تفتكروا هيفاء في اليوم ده نامت؟ أكيد لا. جالها نوم؟ لا لا. عمالة تتخيل، طب وبعدين؟ طب لو نزلت الصورة أنا هعمل إيه؟ إزاي؟ طب وبعدين؟ تجي لها بقى رسائل في نفس الوقت، طب الفستان ده منين؟ أنا أصل بابا مسافر بره، واحدة تقول لها، قولي لي اسم المحل عشان بابا يشتريهولي. مش عارفة ترد. طول الليل بتفكر في إيه؟ بنت الصورة يعني في الصورة بتاعتها البنت نزلت. تاني يوم الصبح يا أصحابي لقيت هيفاء رسالة من البنت بتقول لها إيه؟ أنا فكرت وهقول لك على الشرط اللي مش هيخليني أنزل الصورة. قالت لها إيه؟ قولي بسرعة. قالت لها أنا كل يوم هروح المحل هصور لك حاجات من المحل وأخليك تجيبيها لي. يعني هيفاء في الحالة دي هيبقى اسمها إيه؟ حرامية. هتسرق. طب تفتكروا توافق على البنت ده قالته؟ أكيد لا. توافق؟ لا. اللي عملته البنت ده اسمه إيه يا أصحابي؟ حرامية. البنت اللي عملت كده لهيفاء وبعتت لها صورتها ده بنسميه ايه؟ بنسميه ابتزاز. بنسميه ايه؟ ابتزاز. الابتزاز ده زي ما قلت يعني حد يهددنا بحاجه ويبقى عارف ان احنا لازم هننفذ له طلبه لان احنا خايفين بالحاجه اللي هو بيهددنا بيها. مش هيفاء دلوقتي خايفه من البنت دي؟ ايوه. ان البنت دي هتكشف حقيقتها؟ اه. فالبنت دي خلاص اي حاجه هي هتطلبها منها هيفاء هتعمل ايه؟ هتنفذها. هتنفذها عشان الصوره ما تنزلش. بالظبط. قعدت هيفاء تفكر طب فعلا اعمل كده ولا ما اعملش؟ طب لو ما عملتش ما هي هتنزل الصوره، الوقت هتصرف ازاي؟ طب هعمل ايه؟ راحت المحل فعلا مامتها لسه هتروح قالت لها ايه؟ لا 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 يا ماما انت لسه تعبانه، وشك باين عليه انك تعبانه،
ارتاحي انا هروح بدالك. ليه بقى قالت لمامتها كده؟ عشان تجيب الفساتين، عشان تجيب الحاجه اللي البنت طلبتها. ايوه مامتها صدقت يا حرام ان هيفاء خايفه عليها. قالت لها بجد هتروحي مكاني؟ قالت لها اه طبعا انت تعبانه وانا شايفه كده ان الشغل كتير عليكي، سيبيني بس انا هروح النهارده وهعمل كل حاجه يطلبوها مني. راحت فعلا هيفاء وفتحت الموبايل وبصت على صور. ايه بقى؟ صور الفساتين اللي البنت طلبتها. اه تبص وتاخد الفستان تمسكه وتحطه تاني، تمسكه متردده لانها عارفه اللي بتعمله ده، اللي بتعمله ده هيأذي مين على فكره؟ مين هيأذيها؟ هي هيأذيها هي ولا هيأذي مامتها؟ هيأذي مامتها طبعا. مين اللي بيشتغل اصلا في المحل؟ مامتها. هي ولا مامتها؟ مامتها. يعني لو خدت الحاجات دي المحل هيتهم مين؟ مامتها. مامتها. بدأت تاخد الحاجه وتحطها في الشنط، والبنت قالت لها اول ما تطلعي من المحل هتلاقي عربيه واقفه، حطي الكيس اللي فيه الهدوم تحت العربيه وامشي. خدت يا ولاد الحاجه وحطيتها في الكيس، وهي خارجه بره المحل عارفين شافت صوره مين في خيالها؟ صورتها. صوره مامتها. اتخيلت مامتها في اللحظه دي لو اتهموها ان هي اللي اخذت الحاجات دي من المحل هتبقى عامله ازاي مامتها؟ هتبقى وحشه قوي. راحت بسرعه راميه الكيس في الارض، مطلعه الموبايل وكتبت انا هيفاء، وحكت كل اللي حصل لها في اللحظه دي. كانت قويه جدا وحست انه مهما حصل اي حاجه تحصل لها، بس المهم ان مامتها اللي بتشتغل وبتتعب عشان تجيب فلوس يقدروا يعيشوا بيها ما تتاذيش. واحده من الناس اللي كانت متابعينها راحت عامله صفحه اسمها ايه؟ سامحوا هيفاء. سامحوا هيفاء، هيفاء غلطت بس هي النهارده بتعترف بغلطها. في الوقت نفسه الشرطه خدت اجراء مع البنت اللي عملت التصرف ده وابتزتها، لان ده لازم احنا لو تعرضنا لحاجه زي كده ما نسكتش، لازم على طول ناخد موقف عشان اللي بيبتزنا ده ياخد جزاءه، لان ده تصرف غلط ولازم يتحاسب عليه. مش حلو خالص. هيفاء كتبت وقالت انا كانت احلامي كبيره قوي، احلامي ان انا يبقى عندي محل ملابس، احلامي ان انا اقدر البس الحاجات اللي انا عايزاها. كمان من الحاجات اللي انا عندي مهاره فيها ان انا بعرف اوفق الالوان على بعضها، يعني تاخد بلوزه مثلا توفق عليها مثلا بنطلون. انا هحاول ان انا انمي المهاره دي وادرس، وبعد كده ممكن فعلا اشتغل ان انا المحلات الكبيره تطلبني انسق الملابس، يعني ايه؟ ارتب الملابس اقول ده يتلبس مع ده، ده يتلبس مع ده. على فكره الشغل ده شغل مهم جدا، ودايما يعني المحلات الكبيره بتستعين بحد ينسق لها الملابس مع بعضها. فعلا هيفاء استفادت من ده، انها قالت انا هدرس والاحلام اللي انا حطيتها في صور على الفيسبوك هحققها في الحقيقه مش على الفيسبوك، بس لازم اتعب عشان احققها ولازم اجتهد عشان اوصل لها، لكن اللي انا عملته ده الحقيقه ولا حاجه. في لحظه بضغطه زر كل الصفحات دي تتلغي، صح؟ بضغطه ممكن اي صفحه نلغيها، لكن اللي احنا بنعمله في الحقيقه ممكن يتلغي بسهوله؟ لا. زي اللي احنا بنكتبه على الفيسبوك والكلام ده اللي ممكن بضغطه يتلغي؟ اكيد لا. طبعا لا. هيفاء اتعلمت من الدرس ده انها ما تخدعش الناس، واهم حاجه ما تخدعش نفسها هي كمان، وتعيش الواقع وتعيش الحقيقه، والحلم تحققه في الحقيقه مش على صفحات الفيسبوك. اصدقائي اصحابي، دي كانت قصتنا النهارده، هيفاء ملكه الازياء اللي اتكلمنا فيها عن موضوع مهم جدا 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 بنشوفه، موضوع ازاي نتعامل مع صفحات الفيسبوك والانستجرام، وازاي نتغلب او ازاي نواجه الابتزاز الالكتروني لو لا قدر الله تعرضنا ليه. عجبتنا القصه؟ جدا. اتمنى اشوفه قصه جديده وحكايه جديده وحكايات ماما سماحه.